الأرض عهد وعلينا أمانة، تفضل بالخير على طول مليانة. كلمات اتقالت في فيلم الأرض دلالة على غلاوتها في قلب كل فلاح، دي مصدر رزقه هو وعياله، وزي ما هي غالية عليه غالية علينا إحنا كمان. ولأن الأرض غذاها المية، فكان من الضروري وضع نظام للري بالمناوبة يضمن لكل مزارع إنه يروي أرضه هو وجيرانه من غير ما أي حد يجور على حق جاره ونصيبه من المية. وإحنا في مصر قدام تحدي كبير، زيادة سكانية وثبات مواردنا المائية مع تغير مناخي أدى لارتفاع درجة الحرارة، واللي طبعاً أثر على مواردنا المائية. وفي نفس الوقت كل مزارع محتاج مية لزرعته والأرضه، واللي لازم توصل في الوقت المناسب. علشان كده نظام المناوبة اللي بيحدد أدوار العمالة والبطالة على كل الترع سواء ثنائية أو ثلاثية، هدفه إن المية توصل ليك ولغيرك وبالكمية المحددة للأرض بالتمام. أنت كمان واجب عليك تساعدنا وتلتزم بدور المناوبة المحددة ليك، يعني بلاش تخالف في دور المناوبة عشان المية توصل ليك ولجارك والكل يستفيد. ومعاد المناوبة هتعرفه من مسؤولي هندسة الري اللي أرضك موجودة فيها. وللروابط كمان دور مهم إنهم يبلغوا المزارعين بمعاد المناوبة ويتابعوا الالتزام بتنفيذ المناوبات علشان الكل يلتزم والأرض تاخد كفايتها من المية. الغايب يعني لو مثلا الحاج عبد الحميد مش موجود الري وجات الري اليوم بتاعه، اي حد يتفرع يجيله، ولو انا موجود هتجيله برضه. المصري الصح جدع بيحب الخير للغير. هي صحيح المية على القد، بس الخير لبعضنا ملهوش حد.